وكأنها الآن يجب أن تدفع ثمن استعمارها للشعوب، لأن ثأر الناس لا يموت ولن يموت. الشعوب في داخلها ثأر ضد المستعمر، جاء توا باش تتحاسب الناس. ثورة في فرنسا في بلد الثورة، إنما هذيك راهي حقيقة تاريخية باش يصير هكا في فرنسا وأكثر وفي كامل الدول الاستعمارية، وانتظر قريبا باش تصير حاجة كما هكا في إسبانيا وبريطانيا أكيد، والناس الكل تحب تظهر من اللي عذبهم جدودهم. شو رأيك في الأحداث اللي صار في فرنسا؟ هو لما حال يقال على الباغي تدور الدوائر، بما أن فرنسا وكأنها الآن يجب أن تدفع ثمن استعمارها للشعوب، لأن ثأر الناس لا يموت ولن يموت، وهذه أسباب تسوقها الأقدار حتى يثأر الشعوب المقهورة من هذا الشعب الفرنسي المتغطرس على أفريقيا. لا محالة، أنا أعلم وأن عندي بني عمومتي هناك، أتمنى لهم الخير وأصبحوا فرنسيين، هذه حقيقة. ولكن بما أن فرنسا تفكر بمنطق المؤامرة من قديم الزمان، سياستهم هي فرق تسد وجوع يتبعك، وعلى هذا الأساس فهذا بالنسبة لي أنا شخصيا كملاحظ من البعيد، ليست ملاحظ من الداخل، أرى وأن الجزائريين الآن رجعوا إلى بيت شعر الذين كانوا يتوعدون بيت من الشعر في نشيدهم الرسمي، الذين كانوا يتوعدون فيه فرنسا بالثأر. وي ما شنو هذا نحو فرنسا في ذاك الوقت، يا فرنسا سترين معناتها فعلنا وثأرنا، معنى بيت الشعر أرجع للفيسبوك تلقاه موجود المدة هذه، رجعوه. وعلى هذا الأساس وكأن هناك من ينتظر، مثل ما هو حدث في تونس من خلال بوعزيزي أصبحت العالم كل اشتعل، وهذه طبعا هي على رأي الإمام الخميني رحمه الله، إرادة شعوب إرادة الله، وإرادة الله لا تقهر. الشعوب في داخلها ثأر ضد المستعمر، جاء توا باش تتحاسب الناس، وهذا رأيي الشخصي اللي يلزمني أنا ما يلزمش الناس كل، وديما جدي بيان وأني كملاحظ وأكن غلا لمن اغتصب جدتي هنا، هو مستعمر مش حماية، وهذاك علاش أنا نتمنى تكون الأمور تهدى في حدود المعقول، أما هذه راهي سنة التاريخ، وأنه باش تكون فيها دماء ومشاكل وثورة في فرنسا في بلد الثورة، ثورة لإثبات وأنهم الناس هذوما راهم بنات لفرنسا مش مجرد مواطن درجة ثالثة. وهذاك علاش هما حتى من خلال الملامح كيف يجوا، واللي نعانوا فيه احنا لهنا من وجود الافارقه هو تخطيط المستعمر مش بالصدفه، يعني احجار على رقعه الشطرنج يلعب فيها هو الذكي، وناسي وان ربي عنده حكمه ضد الاذكياء، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هو ناسي الايه هذه ووجودها في السياسه العالميه. وعلى هذا الاساس نتمنى لا محل الهدوء من اجل اهلنا ومالينا، لانه صافي بارتي، لانه احنا حتى في تونس ولا جزء من اقتصادنا هو عائدات عمالنا بالخارج، ما ننكروش الحقيقه هذه، انما هذيك راهي حقيقه تاريخيه باش يصير هكا في فرنسا واكثر وفي كامل الدول الاستعماريه، وانتظر قريبا باش تصير حاجه كما هكا في اسبانيا وبريطانيا اكيد. وي هذه سنه التاريخ. اليوم نجم نشوف الثوره للعرب في اوروبا؟ أكيد هي ثورة المستعمرين، معناتها لأنه مستعمرة أفريقيا غاديك باش تثور بطبيعتها، لأنها تعتبر منظمة وكأنها خلية عسكرية منظمة من خلال عذبات الشعوب الموروثة، معناتها هكا تشوف أنت استعباد الأفريقي وتاريخ العبودية مازال مأثر في الناس الكل، والناس الكل تحب تظهر من اللي عذبهم جدودهم. وهذاك على اساس ثم احتمال تزيد تتوسع رقعه الاحتجاجات في فرنسا والطول حتى بريطانيا واسبانيا اكيد. هذا انتقام العرب؟ لا، انتقام التاريخ. لا، انتقام افريقيا من اوروبا؟ انتقام المستعمرات الكل معناتها، وخطر المسائل هذه صارت حتى في امريكا اللاتينيه ضد الاسبان. الله غالب، التاريخ لا يمحى، ما تمحيش العرقيات او الايديولوجيا، يقعد الثأر وكأنه اول مبدأ في فلسفة الإنسان.